أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم توزيع الماء في المقابر وبناء المظلات من باب الإحسان؟ بناء المظلات لا يجوز، وصدر فيه فتاوى من الشيخ محمد بن إبراهيم بهدمها، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بهدمها وإزالتها. وأما الماء فنخشى أن يتطور، وما كان له أصل، ما كانوا يزرعون المياه عند القبور، فنخشى أن هذا يتطور وبعدين توزع الصدقات عند القبور، توزع الأطعمة إلى غير ذلك، فلا يفتح هذا الباب، ومن عطش يطلع من المقبرة ويشرب ما يلزم أنه يبقى هو عطشان في المقبرة. نعم.